صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، أكيد أخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة. كريم، خليني أقولك إن الكل لسه بيعيش فرحة البرونزية أو برونزية المونديال، ولكن ده قدر النادي الأهلي الخروج من بطولة الدخول في بطولة بعدها. والنهاردة تحديدا الساعة 7 مساء مباراة النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر ساف. المباراة هتقام على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات الساعة 7 مساء. وبالفعل في تجهيزات في النادي، شاشات العرض الضخمة بالفعل خلاص جاهزة من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة الخدمات، عدد كبير من الكراسي. طبعا الكل بيحب ان هو يجي يعيش أجواء هنا، خاصة لو يوم أجازة، لكن كمان أيام اللي بتبقى في نص الأسبوع بيكون في عدد كبير من متابعي ومشجعي النادي الاهلي وكمان جمهور النادي الاهلي والاعضاء، ان هم بيحبوا يتفرجوا هنا على الماتشات مع بعض ويشجعوا فريقهم، فريق النادي الاهلي. بنتمنى له اكيد كل التوفيق. امبارح كان اختتم الجهاز الفني للفريق والنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمباراه اليوم. ابتدى التمرين بمحاضره نظريه عن كل الامور الفنيه والتكتيكيه اللي النهارده او الخططيه اللي هتكون موجوده النهارده في المباراه. وكمان كان في جانب بدني كبير يعني يركز عليه مستر مارسيل كولر مع اللاعبين امبارح، خاصة انه الفترة اللي فاتت هنتكلم على حمل بدني كبير. انت بتتكلم في تقريبا الفترة ما بين 15 12 حتى يوم الخميس اللي جاي، اخر مباراة هتبقى 28 ان شاء الله، بتتكلم على تقريبا 13 يوم لعب فيهم النادي الاهلي خمس مباريات كبيرة، يعني تقريبا بمعدل كل يومين ونص مباراة، فده حمل بدني كبير على اللعيبة. لكن الكل بيطالب الجهاز الفني، الكل بيطالب اللعيبة ان هم يركزوا في مباراة اليوم عشان كمان تبقى من نصيب النادي الاهلي، وكاس السوبر يبقى كاس سوبر جديد بيضاف لبطولات النادي الاهلي. يعني يمكن الاهلي بيشارك النسخه دي من بطوله كاس السوبر بشكلها الجديد، الاهلي بصفته بطل الدوري، سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة بيراميدز وصيف الدوري، وفيوتشر في المركز الثالث. مباراة النهاردة هيسبقها أو قبلها هتكون مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويوم الخميس اللي جاي إن شاء الله هيكون النهائي بين أول وتاني أو بين الاثنين اللي هيكسبوا مباراتين النهاردة، والاثنين الخاسرين هيسبقهم مباراتهم بإذن الله برضو يوم الخميس. يعني يمكن كلنا شفنا امبارح قد ايه مستر مارسيل كولر حس بقيمه وقدر جمهور النادي الاهلي وجودهم في الملعب، لما قال ان هو بيستنى كل جمهور النادي الاهلي ان هو يبقى موجود في الملعب كله يشجع. هو اكيد حس قد ايه وجود الجمهور بجانب الفريق بيساعد الفريق بشكل كبير جدا ان هو يعمل كل اللي عليه ويبذل قصارى جهده ان هو ان شاء الله يقدر يفوز بالبطوله. فبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق بمباراتهم النهارده وفي النهائي ان شاء الله يوم الخميس. استكمالا لاخبارنا النهارده ورجال كره السله، في فتره توقف دلوقتي لمده شهر يا كريم، ولكن مستمرين بشكل طبيعي في تدريباتهم، لكن ما فيش ماتشات لمده الشهر اللي جاي. ده بسبب مشاركه منتخبنا الوطني في البطوله العربيه اللي هتبتدي ان شاء الله بكره على استاد القاهره حتى 3 يناير. احنا في او مصر منتخبنا الوطني في المجموعه الثانيه مع الامارات والكويت وتونس والمغرب. بكره هيكون افتتاح البطوله او يعني يوم افتتاح البطولة، وهيلعب النادي الأهلي مع الإمارات. الأهلي بيشارك منه أو منتخبنا الوطني يعني واخد من النادي الأهلي خمس تقريبا لعيبة: إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، كريم حاتم، وعمرو زهران. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق في البطولة العربية. أما سلة سيدات الأهلي بكرة هتكون أول مواجهة ليهم في الدور التمهيدي من بطولة أو من دوري السوبر اللي بيقام بنظام بيست أوف 3. خليني كريم أشرح لك بيست أوف 3. هو نظام دوري السوبر السنه دي، البيست اوف 3 يعني نلعب 3 ماتشات مع نفس الفريق، لازم نفوز بماتشين من اصل 3 مباريات عشان نتاهل للدور اللي بعده. النادي الاهلي هيواجه بكره نادي الطيران، اول ماتش هيبقى هنا على صاله الشهداء من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وتاني مباراه هتبقى على صاله الطيران، والتالت يعني لازم 3 ماتشات يكسب منهم النادي الاهلي مباراتين باذن الله. بنتمنى لهم كل التوفيق. اما رجال كره الطايره فاختتم الدور التمهيدي
من بطولة الدوري بالعلامة الكاملة. عايزة اقول لك انه 10 ماتشات قدر النادي الاهلي انه يفوز بالعشر ماتشات 10 ماتشات متتالية فاز بيهم النادي الاهلي. اخر فوز او الفوز العاشر كان بنتيجة 3-0 على نادي دلفي في ختام المرحلة الاولى، ولسه لم يتم تحديد المرحلة الثانية بعد. اما سيدات اليد كمان متألقات حقيقة، يعني برضو 10 ماتشات متتالية قدر ان هم يفوزوا بعشر ماتشات دون اي خسارة. اخر نتيجة ليهم او اخر فوز ليهم كان امام نادي سبورتنج بنتيجة 25-21، وقبلها نادي او فوز على نادي سموحه بنتيجه 31-22 ضمن 10 جولات. زي ما بقول لك يا كريم، قدروا ان هم يفوزوا بالثلاث او بالعشر مباريات متتاليه، فمتربعين طبعا على صداره الترتيب. المواجهه المقبله هتكون يوم الجمعه ان شاء الله امام نادي الطيران. اما الحقيقه شباب وشابات او ناشئين وناشئات النادي الاهلي عاملين الحقيقه الكام يوم اللي فاتوا دول يعني ماتشات فوق الممتاز. خليني اقول لك انه امبارح انسات سله الاهلي 16 سنه توجوا ببطوله منطقه القاهره على حساب نادي الجزيره بنتيجه 57-54، وعملوا الحقيقه ماتش اكثر من رائع. كمان شباب طايره الاهلي 19 سنه حققوا الفوز على نادي سبورتنج بنتيجه 3-0 في بطوله الجمهوريه. كمان في بطوله الجمهوريه طايره الاهلي ناشئات 19 سنه فازوا على النادي الاتحاد السكندري بنتيجه 3-0 ايضا. وبرده في بطوله الجمهوريه ناشئات طايره الاهلي 17 سنه حققوا الفوز على نادي المقاولين العرب بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. ومن اخبار نادي الاهلي النهارده معانا، ومن اخبار النادي، هو راعي رسمي جديد لمده 3 سنوات بروميتيون للاطارات ايجيبت. تعلن شركه الاهلي لكره القدم عن شراكه استثماريه جديده مع بروميتيون للاطارات ايجيبت، الشركه العالميه الوحيده لتصنيع اطارات النقل الثقيل والاتوبيسات في مصر. أصبح الراعي الرسمي للنادي الأهلي مدة 3 سنوات جاية أو 3 سنوات قادمة. خلال تلك الشراكة المثمرة أكيد بيحاول من خلالها بروميتيون إيجيبت إن هو يطور أو يشجع ويشجع النادي الأهلي ولكل شباب والرياضة أكيد. يعني يا كريم دي كانت كل أخبارنا النهاردة من الداخل الفرع الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا معاك لو في أي استفسار تاني اتفضل. مفيش اي حاجه غير كل الشكر ليكي كالعاده، انتوا مش بتسيبولنا اي فرصه نسال او نطرح المزيد من الاسئله، تغطيه كافيه ووافيه، بشكرك عليها كل الشكر زميلتنا العزيزه من المنيس.